احنا معانا على تليفون الدكتور محمد عبد الوهاب، استاذ جراحه الجهاز الهضمي والكبد بجامعه المنصوره. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، والف مبروك. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الفل. صباح الخير وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. وفي البدايه اقدم العزاء للمصريين اللي كانوا في ليبيا والشعب الليبي والشعب المغربي، لان مصر دايما هي ام العرب. مصر دايما بتحتضن العرب، وانا بقولتها في الخارج في المؤتمر ده. فاهلا وسهلا، وانا شاكر بكم على المقدمه الجميله. يعني ده اقل حاجه ان احنا نعملها لمصر، لنرفع اسم مصر. والمصريين دايما مش قليلين، المصري يقدر يعمل كل حاجه بدون استعانه بحاجه اسمها خبير. ويجب أن يلغى من القاموس المصري كلمة خبير أجنبي. إحنا أحسن من الخبراء بالأمانة بعملنا. أكيد يا دكتور. يا دكتور، لما نيجي نتكلم عن انتخاب حضرتك رئيس للكونجرس العالمي، دي بقى مسابقة ولا بيتم إزاي؟ ولو حضرتك تعرفنا كمان إيه هو الكونجرس العالمي في الجهاز الهضمي؟ هو الموضوع له تاريخ طويل عشان نبقى فاهمين. أنا عضو في الجمعية دي من سنة 92، وعضو نشط في نشر علمي، بحضر حضرت 52 مؤتمر دولي مع الجمعية أو غير الجمعية بدعوة من رئاسة المؤتمر. مش مروح متفرج، لا، بروح بدي محاضرات، بدي أبحاث، فيديوهات معمولة في المنصورة في الجهاز الهضمي. ومع ذلك بدأ لي نشاط ثاني في المراجعة أو تحكيم مقالات دولية ده، ونلت شهادات وميداليات من 21 دولة، من روسيا لإيطاليا للصين، يعني بلغاريا، باكو، يعني دول كثيرة دعوني أقدم حرة وكرموني. من هنا بدأ لي تمثيل في مجلس الإدارة من فترة طويلة، من كم سنة. والجمعية دي اللي اسمها جمعية الجهاز الهضمي والأورام الأيازجو، ودي بتعمل مؤتمر السنوي بتاعها في كل دولة من دول العالم. واختاروا مصر من 7 سنين تنظم كل سنة شابتر، يعني مؤتمر صغير أو اجتماع صغير للمصريين مع 5 أو 6 من الجمعية بييجوا يحضروا في المؤتمر ده. وباعتراف الجمعية عامة، ناس فرنسويين وقالوا ان الشباطر اللي عملتها مصر او الاجتماعات العلميه من احسن الاجتماعات او المؤتمرات الصغيره اللي في الجمعيه على مدار 30 سنه، من حيث الابحاث والدسكشن المناقشه والتنظيم. فالسنه اللي فاتت في اسطنبول على غرار المؤتمر الدولي قالوا مين هينظم مؤتمر 24، لان ايطاليا خدت 23. فوقف الايطالي الفرنساوي وقال لهم في الظروف دي وتاريخ الدكتور عبد الوهاب والبلد اللي حصل فيها، لان انا كنت فيها من سنه، شفت القاهره اتغيرت 360 درجه عن الماضي في العشر سنين. فاعتبر ان مصر الان مؤهله تعمل هذا المؤتمر الدولي سنه 24. يعني مجهود حضرتك كمان يا دكتور محمد، يعني اختاروني حاجه مبدئيه شرفي رئيس للجمعيه السنه دي. في اتفضل يا فندم. ايوه، السنه دي في فيرونا المؤتمر الدولي بتاع الجمعيه كان في ايطاليا، في اجتماع الجمعيه العموميه للجمعيه في اكبر مدرج في قاعه المؤتمر. فقالوا تشكيل مجلس الاداره اهو، موافقين، ما حدش اعترض من الحضور او مجلس الاداره. قال الدكتور عبد الوهاب رئيس الجمعيه سنتين في التشكيل، واعضاء مجلس الاداره السكرتاريه كلهم اجانب، اساتذه من ايطاليا، من المانيا، من اليابان، من امريكا، وافقوا على هذا التشكيل في حضور كل الاعضاء بتوع الجمعيه. عظيم يا دكتور محمد. دكتور محمد، مجهود حضرتك كمان بجانب الطفره اللي حصلت في المجال الطبي، زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي ان هم شكروا في الطفره اللي حصلت، بكل تاكيد مجهود حضرتك كمان هو من العوامل اللي ساهمت في ان مصر تستضيف هذا الامر في عام 2024. طبعا هو انا ليا بحث علمي
160 بحث في مجال الجهاز الهضمي وزراعه الكبد. وبعدين قبل هذا الاجتماع انا اديت محاضره عن زراعه الكبد في المنصوره وعن في مصر. 1050 حاله تم زراعتهم في مركز الجهاز الهضمي، وده اثار دهشه الحضور يعني المنصوره. طيب ما احنا خبراء اجانب بره اهو يا دكتور، يعني احنا نعم. بالنسبه لهم خبراء اجانب. اه طبعا، يعني يقول لك المنصوره مدينه، حتى بعضهم يقول لك هي دي في القاهره المنصوره، قلت لهم لا ده مدينه في وسط الدلتا. تعمل 1000 حاله، لعلمك الخاص اوروبا كلها عملت 1000 حاله زراعه كبد من حي لحي في 10 سنين، 1000 حاله في 40 مركز في اوروبا، يعني مركز بيعمل 4 حالات في السنه، وده موجود منشور مش كلام كده ثابت. احنا بنعمل 90 حاله في السنه في المنصوره، ده ادى قوه رهيبه لمصر. وبعدين عرضت شريط فيديو قبل المحاضره عن الانجازات اللي حصلت في مصر في 10 سنين. الكلام ده لاول مره يشوفوه. عرضت لهم الكباري والطرق والمباني والقرى الجديده والمدن الجديده بتاع المتحف الجديد والتوسعات في القاهره والعاصمه الاداريه. وقف واحد قال لي امبوسيبل، دي في مصر. قلت له دي في مصر النهارده. ولذلك بعد صدور القرار بتنظيم المؤتمر قابلت اكثر من 30 واحد، كل واحد يقول لي انا من تايوان، انا من الصين، انا من كوريا الجنوبيه، احنا هنيجي كلنا مصر السنه الجايه. وفي ناس كتير قالوا احنا مش متخيلين اللي حصل في 10 سنين ان البلد دي يحصل فيها كده. دي حقيقه، انا مش بنافق، انا ما يلزمنيش، بس بقول لكم ده الواقع، ان البلد بره صورتها اتغيرت. وده بيني وبينكم بيصير بعض يعني الغضاضه، ان مصر تبقى بالمنظر ده في الظروف القاسيه اللي بتمر بيها بيمر بها العالم. فدي شهاده للتاريخ ان البلد اتغيرت كاملا على الرغم من الحاله الاقتصاديه. حاجه يعني عشان بقول ان المصري بفكره وجهده قادر انه يغير المنظومه، يبقى خبير للخارج مش يجيب خبير يعلمه. حضرتك بتتكلم عن عدد العمليات اللي تمت لزراعه الكبد سواء كان بداخل مصر او في اوروبا، وعملنا مقارنه بين الارقام. لو نتكلم عن نسب نجاح العمليات دي، ونتكلم كمان عن فكره تكوين فريق لزراعه عمليات او فريق لزراعه الكبد موجود في جوه جامعه المنصوره. هو انا احنا في المنصوره بس عملنا 1050 حاله، ما شاء في مصر كلها في مده قد ايه؟ 5400 حاله في مده قد ايه يا دكتور؟ نسب النجاح عندنا 90%، ما شاء الله 92 في سنه، ده نسب عالميه. انا سئلت سؤال، كام جراح في المنصوره زراعه كبد؟ قلت لهم احنا لغايه اليوم احنا عندنا 12 جراح اتعلموا العمليه، يقدروا كل واحد يقوم العمليه بنفسه. فده برضو الراجل البلجيكي قال لي مستحيل، ده اكبر عدد جراحين متعلمين في مكان واحد، 12 جراح زراعه كبد بس. قال لي ده انتاج رهيب جدا. فالحمد لله احنا بقالنا اسم في الدول الاوروبيه والعالميه كلها، المنصوره ومصر وكل المحافظات مصر. عظيم جدا دكتور. من خلال وجود حضرتك في هذا المنصب، ازاي ممكن نفيد هذا المجال؟ طبعا احنا هنفيد هذا المجال. هيبقى في استضافه لاساتذه يدوا محاضرات، هيبقى في تعاون علمي، لو فيه اي حاجه جديده هيدوها لنا في 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 مجال زراعه الكبد وجراحه الكبد. هيساعدونا في النشر العلمي في الخارج، لان في مجله للجمعيه، وبصفه رئيس الجمعيه هيبقى النشر العلمي متاح، لان احنا بنعاني من صعوبة النشر العلمي في الخارج. وانت عارف ان اي مركز علمي، مركز اكاديمي في الجامعة، علشان يبقى له قيمة عالمية بيقيم بالنشر العلمي، الامباكت فاكتور بتاعه. يقول لك عبد الوهاب نشر كم مقالة، بيجيب من النت، جامعة كذا لها كم نشر علمي. فده هيسهل حاجات كتير ان احنا نقدر نستغلها ان شاء الله في المستقبل. اكيد ان شاء الله الفترة القادمة
ايه الاهداف اللي حضرتك بتسعى لتحقيقها بعد حصولك على رئاسة الكونغرس العالمي؟ اولا احنا في شهر نوفمبر اللي جاي ده عندنا يعني مؤتمر علمي بسيط شابتر اللي هو كل سنة بيتعمل، انما سنة 24 هيبقى احتفالية، مؤتمر دولي هيمعقد في القاهرة في حضور 70 دولة وممثلين ومحاضرين ومستمعين مش اقل من 2000 واحد. فده انا بحلم ان هذا المؤتمر يصل وينجح بطريقه تليق باسم مصر، لان دي هتبقى كل واحد من دول جاي هيبقى سفير لبلده، هيرجع لانهم جايين لحضر المؤتمر وسياح، يشوفوا البلد، يشوفوا القاهره، عاوزين يروحوا اسوان وابو سمبل، عاوزين يزوروا المتحف، عاوزين يروحوا العلمين، الساحل الشمالي، ده مش حاجه. ودول ناس اكاديميين لهم مريدين هناك، لهم تلامذه، لهم طلبه، لهم اعضاء بوست جرادويت، دول بيروحوا يدرسوا في جامعاتهم. ومن ضمن كلامهم احنا كنا شفنا بلد اتغيرت ووصلت الى مستوى القمه في العالم. عظيم. دكتور، عدد كبير جدا من الابحاث زي ما حضرتك ذكرت حضرتك نشرتها في مجلات عالميه. انا عايز اتكلم مع حضرتك عن الكتاب اللي حضرتك عملته بخصوص جراحات الجهاز الهضمي. ازاي قدرت تعد هذا الكتاب وكمان نشر المعلومات اللي موجوده في الكتاب؟ احنا عايزينها تصل لكل الدكاتره اللي موجودين في مصر المتخصصين في هذا المجال. هو اول كتاب انا عملته هو عباره عن اطلس لجراحات الكبد والبنكرياس. وده مش كله 300 صفحه، صوره كلها من العمليات بتاعتنا، مش جايه من كتب خارجيه. ولما عرضت هذا ده في تكنيك للعمليات كلها، طرق العمليه، تطوير العمليات، وده اتنشر على مستوى مصر واتنشر في الخارج في المؤتمرات. كنت باخد معايا 10 او 15 نسخه بديها لرؤساء الجلسات، وواحد استاذ كبير اسمه بيزموت فرنساوي قال لي هذا الكتاب اللي انت عملته احنا ما فكرناش فيه، ما فكرناش كل واحد مننا يحط خبرته في كتاب، صور عملياته في كتاب. الكتاب الثاني على اورام القنوات المراريه، وده الموضوع القنوات المراريه ده الحمد لله انا دخلته مصر سنه 96. هذا المرض ما كانش حد يعرف عنه حاجه، الكل كان بيهيب في هذا، موضوع صعب. انا شفته يعني في سيمبوزيوم كتير ازاي بتتعمل العمليه، وجينا اشتغلناها ووصلنا 300 حاله، وعملنا 12 مقال بحث 12 بره في هذا المجال، وعملت الكتاب ده توضيح للعمليه اللي الكل بيهاب منها اصبحت متاحه للجميع. دايما سباق يا دكتور، ودايما ان شاء الله من نجاح لنجاح. كل الشكر لحضرتك الدكتور محمد عبد الوهاب، استاذ جراحه الجهاز الهضمي والكبد بجامعه المنصوره.